السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا كنت عايز أمسك قائمة أو بلاي ليست من اليوتيوب وأبدأ أخلي سطر يبقى فيه اسم الفيديو والسطر التاني اللينك بتاعه على اليوتيوب. فأنا لقيت أداة اسمها ASAP Utilities بتتسطب على الإكسل، تمام؟ فيها نسخة مجانية وفي نسخة بفلوس. النسخة المجانية لاستخدام شخصي، أول ما بتسطبها بتلاقيها عندك هنا في الإكسل، هتلاقي اهيت. طيب خلينا نرجع تاني لليوتيوب. اهوت همسك مثلا رقم مثلا البيم والاستدامة، تمام، قناة بيم عربية، دي الفيديوهات اهيت. طيب انا بعمل سيلكت عليهم كلهم وباخد الكوبي وبروح للاكسل واقول له بيست. هو طبعا بيجيب لي الاسم بس، تمام. انا عايز احط لي اللينك من المعلومات اللي هو واخدها اهوت. طيب بعد كده بجيب في الاي اس بي واقول له ويب واقول له اكستراكت هايبر لينكس واعلم على السلكت ديت واعلم على ذا كولوم رايت واقول له اوكي. طيب ممكن اعمل سلكت عليهم كلهم واقول له اكستراكت اوكي. في ثواني بيبدأ بقى يجيب لي الروابط بتاعت الفيديو كلها، اقدر اخدها واحطها في اي مكان. ممكن تحطها مثلا على لينكد ان، ممكن تحطها على الفيسبوك وهكذا. يعني هعمل سيلكت عليهم كده واروح واخدهم في اي مكان، اعمل لهم بيست يظهر معايا على طول.